بلا شوارع ولا مركبات ولا تلوث، ولي العهد السعودي يطلق مشروع The Line في نيوم، محققو الصحة العالمية إلى الصين للتحقق من أصل الوباء، واكتشاف سلالة جديدة في اليابان. هذه الأخبار وغيرها نقدمها لكم من قناة العربية، أهلا بكم. صفر سيارات، صفر شوارع، صفر انبعاثات كربونية. بهذه الكلمات وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مشروع مدينة The Line في نيوم الذي أطلقه أمس، وهي مدينة مليونية تمتد على طول 170 كيلومترا عبر ساحل وجبال نيوم السعودية. الأمير محمد بن سلمان قال إن The Line ستكون نموذجا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، وستعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال لتوفير 380 ألف فرصة عمل والمساهمة في إضافة 48 مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. بعد أن ألغتها بكين الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الصحة الصينية اليوم أن فريق منظمة الصحة العالمية للتحقق من منشأ وباء كوفيد-19 سيبدأ مهمته الخميس المقبل، فيما لم يتضح ما إذا كان المحققون سيزورون ووهان حيث اكتشف الفيروس لأول مرة. وفي حين تعتبر هذه المهمة في غاية الحساسية لبكين الحريصة على عدم تحمل أي مسؤولية في انتشار الوباء، قال المدير العام للصحة العالمية إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة لتأخر الزيارة التي كانت مقررة منذ وقت طويل. الصحة العالمية أيضا تحقق إذن في أصل كورونا، والفيروس مستمر باستنساخ سلالات جديدة، هذه المرة في اليابان، حيث أعلنت وزارة الصحة اكتشاف سلالة جديدة لدى 4 أشخاص وصلوا من البرازيل. الوزارة قالت إن السلالة المكتشفة تشبه جزئيا الطفرات السابقة المبلغ عنها في بريطانيا وجنوب إفريقيا، فيما قال المعهد الوطني للأمراض المعدية إنه لا يوجد دليل في الوقت الحالي على أن الطفرة الجديدة شديدة العدوى. يبدو أن تطبيق واتساب لم يعد كما اعتدنا عليه، فبعد أيام من الإعلان عن تغيير سياسة الخصوصية في التطبيق بما يجبر المستخدمين على مشاركة بعض معلوماتهم مع فيسبوك، بدأ محرك البحث جوجل فهرسة مجموعات التواصل عبر تطبيق واتساب وإظهارها إلى العامة، ما يعني إلغاء جانب كبير من الخصوصية التي كان يتمتع بها المستخدمون. باحث هندي في الأمن السيبراني كشف هذا الأمر وقال في تغريدة على تويتر إن المجموعات في التطبيق لم تعد آمنة كما نتوقع، ونشر صورة توثق فهرسة جوجل لبعض المجموعات على واتساب.